حضرتك عارف طبعا احنا ممكن نتكلم عن ارقام واحصائيات، بس لكن بالنسبه لكل فرد في اي مكان في العالم بالنسبه له هي حياه واحده، صحه واحده، قرار واحد لنفسه او لنفسه واسرته على الاقل الصغيره مش الكبيره. فبالتالي صعوبه القرار والتردد والقلق والخوف بيبقى اعظم عند تناول لقاح واحد عما يكون عند تناول 100 مليون 200 مليون 500 مليون لقاح. يعني لان في حاله ال 500 مليون تصبح ارقام وستاتستكس، يقول يعني والله هم كل اللي ماتوا كانوا واحد في المليون، فممكن لكن بالنسبه للانسان ممكن يكون هو الواحد في المليون. فخليني اسال حضرتك، اخذت اللقاح؟ نعم اخذت اللقاح. امتى بقى يا دكتور؟ يعني اخذت جرعتين؟ أخذت لله الحمد، لا أخذت جرعة واحدة الأسبوع الماضي، ولم أعاني ولله الحمد من أي أعراض جانبية يعني، وأخذت من بلدي العزيز جمهورية مصر العربية. عظيم، يعني طبعا مصر تتشرف بيك طبعا دائما يا دكتور، حضرتك عارف يعني